الأخ الرئيس، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، باسمي وباسم الفريق ونيابة عن الإدارة اللبنانية أعرب عن خالص التقدير للاتحاد الدولي للاتصالات ولحكومة دولة الإمارات الشقيقة لاستضافة المؤتمر وللضيافة التي نلقاها. حوكمة عالمنا السيبراني تتحول وتحولنا بسرعة، ونواجه تحديات تستوجب التصدي لها جماعيا وبإصرار، ونشارك جميعا في هذا المؤتمر لنؤكد القدرة على النهوض باحتياجات وشواغل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبلدان كافة، وخاصة للبلدان النامية وتلك الأقل نموا. ونحن على ثقة سيد الرئيس بأننا سوف نحقق بالروحية التي تحدث عنها بالأمس معالي الأمين العام، ومن خلال قيادتكم الحكيمة، ولا سيما من جهود ومع جهود كافة الوفود، تقدما حقيقيا وأساسيا نحو تلك الأهداف والغايات. كانت خطة عمل حيدر أباد خارطة طريق السنوات الأربعة الماضية، وأداة أساسية في سد الفجوة الرقمية، ومنصة قيمة للبنان للنهوض بالاقتصاد الرقمي الوطني المبني على سوق اتصالات ومعلومات متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية. يقوم لبنان الآن بخلق مجتمع رقمي إبداعي وإيصال خدمة النطاق العريض إلى كل منزل ومواطن. تنظيمياً يعمل لبنان على خطة لتسريع استكمال تحرير القطاع وخفض أسعار الخدمات وتحسين جودة الخدمة وتأمين خدمات جديدة، كما نستكمل الانتقال إلى البث الرقمي التلفزيوني وتحرير المزيد من الطيف الترددي للاستخدامات الجوال. ويتابع لبنان وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني واتخاذ خطوات إضافية لحماية المستهلك لا سيما الأطفال في الفضاء السيبراني وتعزيز السلامة على الطرقات. وشكرنا خاص للإخوة الدكتورين توري وسانو وللمهندس إبراهيم الحداد ولفريق الاتحاد الإقليمي على الدعم الذي قدموه ويقدموه، مثلا لإنشاء الفريق الوطني للاستجابة لحوادث الحاسوب الآلي في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا. يتابع لبنان نشر الألياف البصرية وانتشار خدمة البرودباند المتنقل واستكمال تغطية خدمات الجيل الثالث 3G وإطلاق خدمات الجيل الرابع، كما قطعنا شوطا في بناء نظام بيئي رقمي ديناميكي متقدم وتحفيز تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تطوير الأعمال الرقمية كمنطقة بيروت الرقمية. ويلعب مصرف لبنان دورا مهما لدعم المسرعات والحاضنات عبر تحفيز التمويل والقروض المسهلة. ولا بد هنا من الإشارة أن لبنان ووفقا لتقرير الاتحاد الدولي بعنوان قياس مجتمع المعلومات، شهد خلال العام 2012 أعلى معدل نمو في العالم من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية. وإذ نؤكد التزام لبنان بأعمال الاتحاد الدولي للاتصالات والمثابرة على التعاون لما فيه مصلحة لبنان والمجتمع الدولي، يسرني أن أسأل دعم ترشيح لبنان لمقعد في مجلس الاتحاد. وسوف يساهم هذا الدعم باستكمال عودة قوية للبنان إلى الساحة الدولية، ويعطي لبنان فرصة لتصعيد مساهمته الإيجابية في تطوير وتنمية القطاع دوليا. مرة أخرى أتمنى لنا ولهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق. شكرا للاتحاد، شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ريادتها واستضافتها الكريمة، وشكرا لإصغائكم.